بسم الله. دلوقتي شوف ازاي نعمل الاورجانيزيشن شارت بتاع البرنامج فيزيو. هو الباير نيو اورجانيزيشن شارت، واقول له انا عايز الوذر كرييت، ويبدا يجيب لي الشاشه ديت. الشاشه دي لو قلت له كانسل اقدر في اي وقت ان انا اجي اورجانيزيشن داتا واقول له امبورت. طبعا عندي اكسبورت، اروح اصدر المعلومات ديت، اقول له انا مخزنها في الداتا بيس ملف اكسل، واروح مختار ملف الاكسل. تمام. اللانجوج اختار الانجليزي، بعد كده هقول له نيكست. طيب هو بقى بيقول لي اختار النيم، هناخد اي معلومه، الريبورت تو الفيرست نيم، ممكن تشوف انا خانه اللي يقدر ياخد منها المعلومه ديت. ده هنا الداتا اللي موجوده في الكولوم، وده الفيلد هيبدا ياخد مثلا الديبارتمنت من انهي واحده فيهم. هقول له نيكست. الايميل مثلا ممكن يكون في خانه خاصه بالايميل وهكذا. نيكست. بقول له الصور، ممكن اقول له انا عايز الصور دي من مكان فلاني، ادي له فولدر يكون فيه الصور. تمام. او ممكن اقول له لا، الصور مش موجوده، انا بجيبها انا صوره صوره. نيكست. واقول له فينيش، هيبدا يعمل لي الاورجانيزيشن شارت من ملف الاكسل اللي عندي بنفس الاسامي بنفس الوظائف بنفس كل حاجه، فاقدر اعمله اكسبورت واعدل فيه براحتي واروح ادخله هنا، او يكون عندي ملف اكسل جاهز اخده وادخله على الفيديو.